رابع سنة أنا أشترك مع الجونة كناقل رسمي للمهرجان، وأنا بعتقد دي حاجة مهمة جدا إن إحنا نخلي الناس كلها سعداء بالتجول، وإن هم يبقى عندهم إكسبيرينس كويسة في التنقل. ليه؟ لأن أنا بعتقد إن التنقل هو شيء مهم جدا بالنسبة لأي جست، إن هو يخلي المود بتاعه حلو. فكنا إن إحنا بنقوم بده بقالنا 4 سنين، فدي حاجة بتساعدنا جدا، وبعتقد في أدد فاليو إحنا بنقدمها من خلال وجودنا مع المهرجان عشان نقدم كل ضيوف المهرجان إن هم يبقى عندهم راحة في التنقل from and to الايفنتس بتاعت المهرجان، ودي حاجة بجد مش سهلة بس إحنا بنبقى سعداء نعملها. ودي شراكة مهمة واستراتيجية بالنسبة لنا، لأن بندي رسالة من خلالها إن في مصر نقدر نقوم بأحداث ضخمة ونقدر نشيل ايفنتس كبيرة وننجح. مفيش شك إن ده بيضيف دايمنشن أو بعد تاني للأداء بتاعنا في السوق المحلي، وبيدي كمان رسالة للناس للعالم الخارجي إن في مصر تقدر شركات مصرية تقوم بأحداث عالمية. مهرجان الجونة ده حدث العالم كتير بيشوفه، فإحنا كمان وإحنا بنقدم الترانسبورتيشن سولوشن لمهرجان الجونة أكيد الناس بتاخد الرسالة إن ده شريك تثق فيه، فده انعكاسه.